شخصيتك ضعيفة عندما فضحته أنت أيها المخزني، أنت أيها المخزني، لا حول ولا قوة إلا بالله، اعلن عن الخداع. لا 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 يا لا يا صادق يا صادق يا صادق، لحظة بالله يا صادق، هو كيفاش قال خوتي المغاربة؟ مرحبا بكم، بديت في هذه الحلقة اللي كنشروها دابا أولا كنصوروها على بعد ساعات قليلة جدا من استقبال الرسمي والشعبي اللي غيدار للمنتخب المغربي، وبديت هذا المشهد ديال هذا السيد هذا اللي كيقول لي انت مخزني هذا جزائري. علاش بديت بهذا المشهد هذا؟ باش هذا غير واحد الادله اللي حصلها اننا كناكلوا العصا، كناكلوا العصا، يعني ممكن نديروا واحد الخطاب اللي فيه التقلقيل واللي ماشي من معدلنا ومن طبيعتنا ونجبدوا به زوار ونجبدوا به بعض الناس الغاضبين اللي كيبغيو واحد الخطاب عنيف، ولكن كنديروا خطاب وطني معتدل وكناكلوا فيه العصا، وهذا تجلي من تجليات ديال العصا. علاش بديت بهذا الفيديو؟ حيت غنقول شي حوايج، حيت عارف البعض كيتربص، لا المهداوي حنا كناكلوا العصا على هذه البلاد وعلى هذا الوطن، كنسمى هو المخزني من اجل بلادنا ووطننا. اذا انت واحد اخوتي المغاربه ما يزيد عينه ملي يسمع هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا. حكيم ام حكيم زياش الله يطولها في العمر، يعني فرحنا بزاف شفناها كيفاش كتجول في الشوارع ديال الرباط في يعني الكزا، وهي محفوفه بالعنايه ديال السلطات المغربيه. واحد المشهد رائع والله ربي شاد عينا، ما خصناش نقولوا هذا الشيء، ولكن يعني اللحم كيتبولش، العينين الدمعه كتبغي تهبط. واحد المشهد جميل جدا، السلطات غدا بام حكيم زياش، رائع بكل المقاييس، وتحيه حاره للسلطات المغربيه على هذه المبادره، على هذه المبادرة الرائعة لنا والنبيلة. نشوفوا أخوتي هذا المشهد ونكملوا النقاش. اخوتي على مشاهد شحال زوينه، طريقه باش شادها رجل السلطه وغادي بها، مشاهد جد جد كثير، وهذه المره تستحق اكثر من هذا الشيء، تستحق كل الخير، لان ولدها رفع الراس ديالنا عالي، وهذا الشيء قلناه لا داعي اننا يعني نعاودوه. انا جبت لكم ذاك التصريح ديال ذاك السيد اللي كيسبنا من الجزائر المخزني، ولحقاش عارف انا ما نقولش شي حوايج كاين الناس المتربصين. وغادي نزيد نقول لكم واحد الحاجه اخرى، لان كاين واحد الناس كيضلوا لكم وعيكم على المغاربه. الصحفي اخوتي المغاربه ماشي طبال، والصحفي ماشي في الحكومه كيقول المنجزات ودنا، الصحفي فيما تبان له شي ثغره غير يكون بالجد وبالمعقول، ويكون الهدف ديالو ماشي التبخيس ديال المؤسسات ولا المجهودات المسؤولين، يكون الهدف ديالو هو الاصلاح، تكون النيه ديالو صالحه. ما عندوش تاريخ، ملي كتدي فرنسا كاس العالم او لا بريطانيا ولا كيكونوا في اي لحظه، حتى واحد كيقول للصحفي ما تقولش هذه، لا ماشي وقت هذا الشيء، هذا التشويش هذا، عاف هذه المملكه المغربيه ملي كيضروا بالانتقادات. علاش قلت لكم هذا؟ شو على مجهود كندير في هذه البلاد، لحقاش ما عندناش الوضع واضح، لان عندنا مشكل كبير كيلعبوا على الاميه ديال البعض، وكينعاود ثاني دوك الادرع المتربصين ما كيبغيوش انتقادات فكيبغيو ديفيو دائما النقاش. انا شفت هذا المشهد هذا وانا علاش جبدتو؟ شفت انا الاحزاب خصوصا الحكومه الناس مشكله كيوظفوا كيديروا التوظيف السياسي لهذا المزياج الطريقه والصفحات وكذا، وكيسحب لهم احنا بدون ذاكره، كيسحب لهم. دابا انتم ام زياش دابا انتم كتفكروا في الام زعما لهذيك الدرجه ولا كتوظفوها سياسيا هذه المعركه؟ دابا الا كنتو كتفكروا في الام، علاش سحبتوا القانون ديال اسم المشروع ديال تغطيه الوالدين؟ ماله؟ مال ديك الامهات المغربيات ما كانوش يستافدوا من ذاك المشروع؟ علاش هاد الحكومه حيداتو؟ الا كنت كتفكر في الام، يا كنتي ام بنتي كتبان السلطات حنينه والتوظيف دايرين هذوك السياسيين وكذا، بحال يبغاو ينسيونا بدون ذاكره، انتم كتفكروا في الام دابا؟ ولا حيت حكيم زياش دابا طلع النجم ديالو سطاح وكذا وباغيين تستثمروه سياسيا توظفوه؟ علاش سحبتوا المشروع ديال التغطيه ديال الوالدين الصحيه التغطيه الوالدين؟ قولوا لنا علاش. هذيك الام ديال الزفزافي مثلا التي لا تجد ولا تدوي في الصفحات ديالكم، يعني انت نموذج ام الزفزافي مثلا، نموذج
يقدر واحد يقول لي ام الزفزافي ماشي ام حكيم زياش، هذاك الزفزافي دارو دارو، واخا ما ندخلوش في هذا النقاش، دارو دار نحيدو هو صافي ماشي وقته. مو دارت مو ما دارت، عندها حقوق ولا ما عندهاش؟ ملي في القانون في السجون ملي كيتحكم السجين وتسالى كنقربوا حدا والديه، هذه معروفه دائما كنقرب. فين علاش ما كاينش السجون دابا حدا الحوسيمه ولا في الحوسيمه؟ علاش الزفزافي محطوط في طنجه؟ هذيك امو شحال كتركب ديال المصروف؟ واخا الدوله كتبعدوا لدواعي امنيه، ما كاين باس سير نقدوا نسلموا بهذا الشيء اداره السجون ولا الدوله بعداته لانه سجين ماشي بحال سجون اخرين، ولكن الدوله تحمل المسؤوليه ديال المركوب. الدوله من جابتهم من الحسيمه الام الزفزافي والام احمجيق والام ديال جلول والام 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 والام، لكانت هاد الطريقه اللي تعاملوا بها مع ام زياش ام ام، هذيك احنا حيت كنعرفوا الام وحده ام ام. طبعا ما كنناقشوش الوضعيه ديال كل واحد دابا عيا باش ما ندخلوش في تفاصيل، ولكن هذيك ام انا بغيت نشوف هاد الرحمه وهاد المحله، علاش جبتيه من الدار البيضاء من الحسيمه تحكموا في الدار البيضاء لدواعي امنيه تجيبها الماده 272 ما خاطيش واخا امنيا، ولكن الدوله خصها تتكلف بالترونسبور، علاش ما يبقى يمشي من عنده ويجي؟ واخا هذاك الزفزافي دار ما دارش ما كاين باس، واخا ما ندخلوش هذا النقاش. مو دابا خصها تزورو، شحال خصها تزورو؟ مره في السيمانه، علاش كتزورو 15 مره في السيمانه 15 يوم؟ علاش علاش فين مشات المحنه ديال اداره السجون ولا كذا؟ الزياره هي السيمانه، علاش استغلوا كورونا وقراها؟ كيفاش كنفكروا في الام؟ ام حكيم زياش دابا نهضروا فيها، ملي مسكين مات لها الراجل القنصليه المغربيه مشات عندها، عرفتها باش تعيش دوك الاولاد ديك اللحظه، سول شي هذا راه واجب القنصليات، القنصليات ملي كتمرا كيشوفوا المرا شنو خصها، الا شي ولد مثلا مشى للحبس القنصل كيحضر في المحاكمات كما مثلا القنصل الامريكي كيجي هنا، هذا النوع من المعاملات واش كاين واش كنلقاوها ولا غدابه مثلا؟ وماشي غير هاد الام، عدد ديال الامهات، عدد ديال الامهات باش ما نقولوش غير ام المعتقل ذكرناها دابا اللي كتعاني، لا ام مسكينه عمر راضي اللي ولات بحال العود حتى واحد ما شفع فيها، لا الامهات مثلا ديال السجناء مثلا، والامهات ديال الناس اللي هزوا السلاح ضد البوليزاريو واللي ماتوا في الحرب، شحال ديال التقاعد عندهم السي اخرون؟ شحال هاد الامهات ديال الناس اللي ماتوا في الحرب، الحرب كيدافعوا على الوطن، دفاع على حوزه الوطن، شحال 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 التقاعد عندهم؟ شحال مساكن؟ شحال كيبقى لهم التقاعد؟ 500 درهم شحال؟ هاد الامهات اللي بعضهم عدد منهم ساكن كنشوفوا النساء في الزنقه، ما كتشوفوش الناس ناعسين في الزنقه. انا خوتي المغاربه شنو الهدف ديالي من هاد الشيء؟ هذا هو الصح، خصني نستغل هاد الفرصه من اجل التجويد ما هو كل ما هو انساني وكل ما... علاش باش ما نبقاوش حابسي صوره حابسي لحظه، ما نكونوش ضحايا ديال الناس كيستثمروا في السياسه، لا، اذا كانت عندنا نظره انسانيه تجاه المراه والام خاصها تكون نظره شامله تجاه ام الزفزافي، ام العسكري، ام البوليسي، ام الجدارمي اللي مات، ام في التقاعد، لا 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 في التغطيه الصحيه للوالدين، في المراه اللي كتكون نعسه في الزنقه، الام والمراه تكريمها على اكثر من وجهها. ماشي دابا فقط كل حنا كنقولوا تستحق ام زياش اكثر من داكشي، ما كرهناش نهزوها فوق، انا نهزوها فوق كتافنا وندوروا بها، هي كلهم الامهات ديال اللاعبين ونهزوهم ما كنناقشهمش، انا بغيت غير هاد العنايه بالام ديك الطريقه، بغيتها تكون ثقافه دائمه متواصله في السلوك الاداري في الرسمي وسط الدوله وسط الحكومه وسط المؤسسات وسط الشعب، ما تكونش غير فتره عابره او جابتها سياق، لا خصنا اليوم نتفكروا هاد الناس، هاد الام هادي اللي مات لها الراجل وما لقاش خدمه في المغرب وعطاتنا هاد الولد هذا اليوم، خصنا نتذكروا باش نحسنوا بالعائلات اللي باقي عندنا هنا. علاش انا خويا ديك الامهات جالسين داك النهار كيتكرفصوا في التوت باش يمشيو بالقصيري باش يمشيو كذا، الامهات بداك المشاهد، علاش الامهات مساكن شحال ديال الامهات مساكن مرض بالسكر وبالطونسيون؟ علاش علاش السعر ديال الضريبه على القيمه المضافه في الدواء اكبر سعر في العالم؟ يا الحوا هذه عادي 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 السير حكومه هذوك اللي جالسين كتستثمروا سياسيا في هذا الشيء، على ياك الامهات المغربيات النصف ديالهم مرض مساكن بالسكر والدويات وكذا، لماذا السعر على ديال الضريبه على القيمه المضافه اغلى سعر فوق الكره الارضيه هو المغرب؟ سبعه وقال دابا راه وصلوا شي 20% ولا شحال هي القيمه المضافه اكبر ما كيدخل الضرائب للبلاد، هو هذا هاد المصيبه هذا ديال القيمه المضافه. يلا وهنا في كتبان العنايه في الدواء في المستشفيات، نزيدوا لهم في التقاعد العيالات في الامهات، امهات السجناء نقربوهم من ولادهم، تكون سياسه انسانيه تجاه المراه في كل المستويات، ماشي نلقى المراه انايا ما كتلقى باش تركينه، نلقى المراه ما كتلقى باش تركب، المراه في الزنقه، المراه في التقاعد ما قاسها تقل الضوء، المراه مصيفطنها لجني التوت في اسبانيا بدون حمايه بدون مصيبه، دفع لي ندفع لك، عدد من المشاهد المصيبه كيفاش كنا كنشوفوا المراه في الشمال
مسكينه ملي كانوا كيهزوا داك الثقال. ودابا هذوك النساء مساكن دابا اللي كانوا كيهزوا الحمالات في الشمال، سدينا باب سبته، شنو قدمنا لهم دوك الامهات تما اللي كانوا معيشين اسر؟ شنو هي البدائل اللي قدمنا لهم دابا دوك الامهات؟ كلهم مساكن صابرين وكيبكيو بالدم. هذه الحكومه عندها شي تصور لدوك النساء دابا؟ شحال ديال النساء فين مشاو تبخروا؟ صافي بنادم ما قادرش، ما عنده حتى شي حاجه كيتالم فيه صامت. اين هي الحكومه في هذا الصعيد؟ اذا اخوتي المغاربه مره اخرى، حنا فرحانين بداك السلوك اللي دارت السلطات وفرحانين بالحفه، ولكن ما بغيناش بعض خصنا هاد الناس الحكومه الاستثمار السياسي بانهم المراه عندهم راه في عينيهم والام في عينيهم. علاش شي داك المشهد تقول هاد الحكومه مع العيالات؟ شوفوا عباد الله كيفاش كيعانيو مساكن المراه السلاليه، شنو عانات في الاراضي ديالها والاعتقال ديال ولادها. راه هضرنا على الاراضي السلاليه، الاعتقالات، شحال من ام ولدها تعتقل مسكينه، شحال على ارضها داولها ولدها وتفكرت وعانات. وعدد من الصور اخوتي ما بغيتش نزيد نكحلكم نقول لكم كلكم كتعرفوه. فاخوتي المغاربه خصنا نبقاو يقيدين تجاه هذه المساله، ما يغطيولناش الشمس بالغربال وما يضرولناش الرماد في العيون. نحن كنرحبوا باي يعني حفاوه، ولكن هناك سياسه تقصيريه، كاين التقصير في الجانب تجاه المراه. المراه تعاني في الاجور وفي التعاقد وفي التقاعد وفي الشراء ديال الادويه وفي البطاله والتحرش والمضايقات اللي كتعاني في ظروف ديال العمل. العاملات مساكن في طنجه كيخدموا بصاليرات جدريال جدريال، وما كاين لا حمايه اجتماعيه، ما كاين حتى شي حاجه تحت رحمه الباترونه، بلا المضايقات اللي كيعيشوا وسط المعامل، يئنون في صمت باجور ماشي غير هزيله، مضحكه وكارثيه. اذا الام المغربيه، عدد من الامهات مساكن عندهم ولداتهم ما عندهم حتى حاجه مع الدوله، لا تغطيه صحيه لا لا والو، الله القهار. تخرج مسكينه للميناج ولا تخرج مسكينه لكذا ولا تخرج مسكينه. عدد من الامهات. فتحيه الام زياش وجميع الامهات المغربيات، جميع الامهات المغربيات اللي نجبوا لنا هاد الابطال الاسود واللي فتحوا لنا هاد النقاش. ومره اخرى اخوتي المغاربه كنرجعوا لهذا النقاش ديال الاسر، رائع جدا هادشي ديال الامهات المغربيات، لان احنا المغاربه بطبعنا كنقدروا والدينا وكنحترموا والدينا، هذه ثقافه اصيله فينا. راه حنا كنكرموا الامهات فقط اننا يعني ذكرنا العالم بقيمه الامهات. غنمشي دابا لواحد النقطه مهمه جدا ما يمكنش تمر مرور الكرام. توصلنا اخوتي المغاربه بهذا يعني جوج ديال التصويرات. التصويره شنو فيها؟ التصويره الاولى كتقول بان هاد السي جلسة الصلح دارها السي بودريقة، بودريقة عضو جامعي، والآخر شنو الاسم ديالو السي الحداوي كذلك اللي ارتبط الاسم ديالو بهاد الفضيحة ديال التذاكر. تروج أخبار حنا مأكدناش منها بأن هاد الجوج هادو سيستثنون من الاستقبال الملكي، ونحن إذا كان هاد الخبر صحيح لأن حنا ما عندناش معطيات فتحية، لأنه ما خصهمش يستقبلوا هاد الناس وخا تكون عندهم البراءة، يكفي أنهم في دائرة الشبهة. وكنعرفوا يعني المؤسسة الملكية والمالك والوضع ديالو الاعتباري في هذه البلاد، فيصعب لقاء هاد الناس على الأقل قبل ما يقول يعني القضاء الكلمة ديالو أو جهة تأديبية الكلمة ديالها. كيقول لك هاد السيد هذا بودريقة جلسة صلح مع هاد السيد هذا اللي هو الرئيس المدير العام لقنوات بيان سبور حول بث فيديو على المباشر، فيه دير واحد التصويرة هو وياه، وهذه في الصفحة ديالو. ولقينا واحد المادة منسوبة لهاد ناصر الخليفي، ما عرفناش واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. ما نقدر تيقول لك محمد بودريقه لا اعرفه من بعيد ولا قريب، كي اعتذره على مشكل لا اعرف محتواه، والصوره المتداوله معه كانت بطلب منه كمشجع لا غير، ولو كان اعتذار فعلا فكانت ستقدمه القناه التي بثت المشكل الاصلي. لنفترض جدلا ان هذا الشيء هذا ماشي صحيح مفبراك، لان عادي بودريقه قد يكون عنده خصوم. انا غنسال مع السي بوريطه، عفوا بودريقه، بخصوص هذه الصوره، شنو المانع بان مادام الناس تلقاك هذا السيد؟ كنعرفوا في الاعراف المهنيه والاخلاق المكان الذي اسيء فيه لشخص ما هو نفسه المكان اللي يرد فيه الاعتبار اليه بالاعتذار. اذا كان هذا السيد المدير العام الرئيس جلس معك وتصور معك وتفاهمته، وشنو كيمنع على انه يدير شريط ولا في القناه نيت نعتذر لذاك السيد وكذا لو وقع في نفس الماده ديال الاعراف؟ ياك هو جلس معك الرئيس، كش واحد كيحكم اكثر منه في البيان سبور هو معاك. جوج، شنو يمنع يدير غير بيان مكتوب؟ ثلاثة، شنو يمنع دير انت وياه شريط فيديو في عاد دقيقة غير كلمة؟ ياك مع حكيمي وقع مع ذاك رئيس الفيفا، بان رئيس الفيفا في الصحافة قال لي وقع لي مشكل معه اعتذر لي وانا كنحبه، هذا هو التوضيح، هذا هو التصريح، هذا يمكن يعتد به. دابا انت جبتي صورة وحتى الشكل ديال الصورة كي كتبان انت متكي عليه،
بواحد الطريقه غريبه. الانسان اللي تيكون مضرور على الاقل تيوقف. دابا هو دوز عليك مواد خطيره وانت داير له بحال هكا، دابا شوفوا على العنق ديالو. هذا اعتذار، هذا اعتذر لك هذا ولا انت اعتذر؟ هذه كتبان صوره ديال المشجع مع كيما الله اعلم. لان الانسان من تيكون مجروح واخا كيتسامح تيبقى ديك على الكاميرا كيديرها، كيبين للراي العام اللي كيتفرج فيه انه راه باقي عنده خعب. انت داير مايل تكرفص عليك في القناه وملتي عنده، وما كاين لا بيان مكتوب لا تصريح بكذا لا استنشنا الصوت الصوره ديالو لا حتى شي حاجه. ونقطه اخرى بعدا قبل ما نكمل، ما كنت بعدا مع التصاور بغيت غير نفهم هذه الفكره، واش مشيتي تاخذ تصاور؟ شوفوا خوتي المغاربه مشى جالس صغير كيتصور، ها انتم جاي هنا ها تصويره مع تميم، ها هو رفقه حضره صاحب السمو، ها بواه مشى تصور مع بواه، مشى تصور مع رئيس الفيفا، مشى تصور مع رئيس الاتحاد الافريقي، مشى تصور مع القجع ومع كذا، مشى تصور مع شاكيب بن موسى، مشى تصور مع ماكرون، مشى يعني حتى انا بغيت نشوف هذه العقليه ديال البرلماني وعضو مكتب السياسي ديال البار البحث على التصاور. هذه العقليه واش ما كيبانش كاين شويه الخفه؟ اسمح لي على هذا المصطلح كيبان خفيف. حتى عضو مكتب سياسي يقود حكومه المغاربه فيما بالك شي مسؤول كتجي تاخذ معاه التصويرات مالك؟ شكون اللي كياخذ التصاور؟ كنعرفوا ماشي عليك، كاينه واحد الناس كنعرفوهم، هذه كنعرفوا بعض الناس باش كيبغي ينصب على عباد الله كيدير التصاور فيما يتلاقى شي مسؤول شي صوره باش الراي مع فلان وفلان وفلان وفلان. الناس داك الشيء كيسهلوا له المصالح ديالو وكيطمعوا انهم يقضوا مع اغراض، راه كيتلاقاش هاد الشخصيه اللي كتقلب على التصاور. علاش ما شفناش القجع كيدير التصاور مع عباد الله؟ علاش ما سناش هادو شكون هذا ديال تيطوان ابرون كيتصور شحال من اعضاء الجامعه؟ علاش ما شناش ذاك حكيمي هذاك حكيم دومو ديال قنيطره؟ هو راه مشى تما عدد من الاعضاء الجامعيه كاع ما كيتصوروا كيرم. انت في ما تلقى شي واحد تشقم صوره ماكش عندي تصور، علاش؟ لماذا الحاجه؟ فلان وفلان 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 وفلان. وهذا السلوك اللي قلت فيه شويه الخفه عقلت اخوتي المغاربه في البرلمان ملي كان كيهضر المهاجري ماشي المهاجري، عضو مكتب السياسي ديال الحركه الشعبيه دريس السنتيسي كيهضر هو كيدير له بيده، هو الفوق خصو يكون واقور وما عنده علاقه، هو الامين ديال المجلس والمقرر ما يدا هو الجلسه باديه هو كيهضر اش كيقول هذا اش كيدير هذا؟ عقلت له واحد الحركه كيهضر وسط يعني بنادم كيبان لك ما مرزنش. هنا بغيت نمشي لواحد المساله مهمه جدا. دابا حزب الحكومه باش تعرفوا اخوتي المغاربه الخلل اللي عندكم في هذه البلاد خطير جدا. تبع هذه الحكومة المغربية الحزب اللي كيقودها خاص يكون عنده المكتب السياسي فيه الكفاءات رزان والتقولي، هذا عضو مكتب سياسي، عضو مكتب سياسي. مشيت كنقلب قبيلة كنقول شنو هي المكانة ديالو، لقيته هكا ها انتم اخوتي المغرب تشكيلة تعرف أكثر على هيكلة الحزب، ها المكتب السياسي، ها الرئيس، ها هو جالس حداه. شوفوا الصورة وكاس كتصرف بهذه الطريقة، يجيب دوك الناس على التذاكر بهذه الطريقة، فيما تلقى شي واحد تاخذ معاه التصويرات، واش هذا ما كيبانش اخوتي المغاربة كاين عقم وأزمة ديال النخب السياسية؟ واش هذا حزب الكفاءات اللي قال عليه السي آخر نوش؟ دابا الحادث دابا جي نقول لكم اخوتي المغاربة، شكون اللي دار هذه الفضيحة في قطر؟ جوج ناس، بودريقة مين هو؟ من حزب الأحرار عضو المكتب السياسي، وشكون الآخر؟ الحداوي مين هو؟ من الأحرار. هي هذه هذه كافية، هذه كافية راه خص غضبة على الحزب كله على 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 على, 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 على هاد العباد الله كاملين على رئيس الحكومة. هذيك المرة الفضيحة دمكناس عطانا 50 مليون 80 مليون، بودريقة من الأحرار، الحداوي من الأحرار. إذا كيبان لك بأن هذا الحزب ما عندوش تربية نضالية ولا يعمل على تأطير المناضلين ديالو، هادو الزبايل. الحزب اللي كيقود الحكومة كيقول لك دابا الشعب المغربي شنو دار؟ رفع الراية عالية. شكون اللي كيدير الزبايل؟ السلطات، الناس المسؤولين، الناس اللي في الحكومه هما اللي كيبهدلوا الشعب المغربي ويسيئون لسمعتي. علاش هذه الحكومه عندها هاد عباد الله؟ هذا بودريقه من الاحرار وهذا الحداوي من الاحرار، بصرف النظر اسيدي في انك يعني في دائره الشبهه، يكفي انك اشارت لك الاصابع، يكفي ذاك الشعار ديال يا الشفار يا كذا، واخا يكون ظلموك اسات الينا ما كيهمناش ما كيهمناش. واش هذا مشهد؟ وبغيت نمشي لذاك الاحرار مره اخرى ديال اخر واش مهم جدا. دابا هذاك الحداوي اللي حلتو على المجلس فوكاش بعداش من التاريخ؟ تنسى ولا فوكاش المجلس التاديبي؟ بغينا نعرفوا. والسؤال الثاني تاجلت هذه ما كنتوش تعرفوه من قبل، ترنت الحيحه، هذا هو الحزب ملي كانوا كيقولوا الناس انتخابات وعطاه وملفات ومصيبه. وهذا السي بودريقه دابا انا ما لا اتهمك، شفتوا واحد الصفحه خوتي المغاربه شنو كيقولوا عليه؟ خطير جدا، اتهامات في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. وشنو مشى كيقول هو؟ تيقول في خاطر الفرشه، مشى دار تصويره مع
دار تصويره مع شي واحد تما مع امير قطر بواه، وكاتب في خاطر مالي الفرشه، حيت هاد صفحه الفرشه كانت معليه شي معطيات خطيره كتقيس دمته الاخلاق. انا نحشم من بعدها ما كنتبنيهاش. واش اخوتي كنقولوا في خاطر مالي فلان؟ دابا شي واحد اللي قال لك انت شفار عاد تقول له انا مثلا حميد المهداوي، قلت مثلا شي واحد الشفار غيقول لي داك اللي قلت له شفار غيقول لي وفي خاطر حميد المهداوي ولا هذا راه الزغب ديال راسك يوقف، خاصك تمشي للقضاء، خاصك تمشي ما معنى في خاطر. اذا علاش اذا علاش من الخوف تهمه بحال هذه بهذه الخطوره. ونقطه اخرى ما نساوهاش بخصوص هذا بيان سبور، راه داروا لك هذاك الشيء متعمدين. هذاك الشيء اللي نشروا عليك ماشي زالقو ولا سقط سهوا، لا هذاك الشيء قطار بغى دوز ميساج. علاش شو درت اخوتي لا رامي لعقلته؟ وافاد بلاغ للشركه الوطنيه ديال لا رام انه لقيت القيود الاخيره في فرنسا السلطات القطريه. لا رام تحايلت على الراي العام ونشرت بلاغ ناقص حقيقه، قالت لكم على عقلتوا لك نار من الغد الرحلات المغاربه مساكن ما فهموا والو حاطين فلوسهم. قالوا وين السلطات القطريه تتاسف الخطوط الملكي تتاسف لابلاغ زبناء بالغاء الرحلات تامنها على اثر القيود الاخيره التي فرضتها القيود فرضتها قطر. الناس كلهم كرهوا قطر وحقدنا على قطر. نهارش خرج البلاغ نهار الاربعاء، شوفوا اخوتي المغاربه ها هي جريده اسبريس، وفق مصادر جريده اسبريس الالكترونيه فانه مع وصول الرحلات الاولى يوم الثلاثاء الى الدوحه بالنظر لحدوث فوضى بسبب تداكي المباراه، وجهت السلطات القطريه مذكرة إلى المديرية العامة للطيران المدني المغربية تطلب منها وقف رحلات الخطوط الملكية. وفق المصادر فإن المذكرة التي تم التوصل بها من لدن السلطات القطرية تلزم بوجوب توفر الركاب الراغبين في الوجوء إلى الدوحة على التذكرة الخاصة بالمباراة. شفتوا الفعايلة خوتي المغاربة كي دايرة باش تعرفوا المسؤولين كي دايرين في المغرب. دابا السلطات القطرية صيفطت مذكرة للسلطات المغربية قالت لها حبسوا علينا هذا الشيء ولا غيجي عندنا شي واحد يعطيوه التذكرة. كان على عباد الله البلاغ ديال الطيران يقول هذه الهضره، هذا الشيء فوقاش قالت لهم قطر مذكره قالت لهم نهار الثلاث. هما المغاربه خرجوا بلاغ حتى نهار الاربعاء وقالوا لنا ما في راسنا والو وقيود فرضتها. حنا ما قلنا علاش هذه القيود هي كتصيفط بنادم بدون تذكره باغي تبلبل الناس. اسأتم لصوره هذه البلاد. وفي ختام هذه الحلقه حنا ما كناش يعني ولكن موقعنا الصحفي طيب كنبنيو اراء الامر لا ماشي حيت البعض استقبال غيكون استقبال في القصر ما غيكونش لا بودريقه. الامر اكثر من انه استقبال، استقبال هذاك امر مهم جدا ولكن خص السلطات الاخرى تلتقط الاشاره. اذا تم رفض استقبال بودريقه وهذاك الحداوي راه خص السلطات الاخرى تلتقط الاشاره الملكيه، السلطه القضائيه والسلطة الإدارية والسلطة الحكومة والأحزاب اللي كنت الحزب اللي كينتميو لها عباد الله ثم الجامعة الملكية بدورها خاصها تفتح بحث في الظروف. ونقطة أخرى راه ماشي غير بودريقة وهاد الحداوي اللي فرقوا الورق، راه كاين أعضاء جامعيين بزاف فرقوا الورق، ربما هذا عجز فيهم الدق. يقدر يكون عباد الله بغاو على الأحرار بوحدهم ماشي معناها الأحرار بريئين، ولكن يقدر يكون صراع سياسي تما بين الأحزاب ولا شي جهة. إذا كاع اللي فرقوا الورق من الأعضاء الجامعيين خاص البحث في هذه الظروف اللي تفرقت فيها الورق واستخلاص الدروس في الملتقيات الجاية باش ما نعاودوش هذه الفضيحة التي ما بعدها فضيحة. إذا خاص الناس يلتقطوا الإشارة الملكية إذا لم يستقبل هؤلاء الأشخاص. كل الحب للمنتخب الوطني ومرة أخرى كنتمناو يستخلصوا الدرس من هذا المنتخب ويكون هذا انطلاق. بغينا ديك الحيحة اللي يحيحوا المغاربة في قطر المنتخب، بغينا حتى السلطات والحكومة يتحيح في مجال محاربة الفساد وفي الشفافية. ديروا لنا حتى انتم شي 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 منتخب بحال ديال الأسود، حيحوا على الفساد راه تغول وراه طغى وراه طغار الفساد فين ما عطيتي راسك في هذه البلاد. شكرا لكم متابعات المتابعين لهذه القناة وإلى اللقاء.